ديكن، أهلا. هو كله تمام؟ إيه المشكلة؟ في الحقيقة أنا مش موجود هنا عشان كده. تمام. أنا جيت أشوف أي حاجة أنت محتاجاها عشان العيادة. في الحقيقة في حاجات كتير قربت تخلص، قصدي أكيد يعني هنحتاج أدوية أكتر وشاش ومعدات. تفضل. سكينة ليستون. أيوة، استخدمها الدكاترة في الحرب الأهلية في العمليات في ساحة الحرب. عمليات؟ ما كانش عندهم أي مخدر أو مسكن. أنا كتبت لك فين ممكن تلاقي واحد. ده الكتيب بتاع مركز زوار معسكر شيرمان. صح. أيوة. ده مليان بكل أنواع المسوخ. هشوف الموضوع ده. يا ديكن أشكرك. ألاقي سكينة ليستون هروح لمعسكر شيرمان. المكان هيبقى مليان. استنى لحظة. ايه ده؟ هو في حد محبوس؟ استنونا. هموت هنا. ساعدوني ساعدوني. انت هتبقى كويس، انت مش هتنجو هنا. هقولك على مكان معسكر. معسكر فين؟ وريهوني هروح. هتروح لوست ليك، اسأل عن ريكي بيتال وهتخليك تدخل. كنت هموت. شفت ده؟ شكراً قوي شكراً. أيوة، عرفهم إنه كان ديكن سانت جون. هم عارفيني. خليك بعيد عن الطريق، ما توقفش خالص.
تمام هنا. بلاش بلاش تمشي ورايا بالمنظر ده. انتوا لقيتوا اي حاجه عن ساره الست اللي انا ركبتها الطياره؟ مفيش ولا حاجه. استنى استنى اصبر، الموضوع محتاج شويه وقت. ماشي اسمع، انا بعرض حياتي للخطر لو حد كشفني في المقر. شايف الناس اللي هناك دي؟ دول مسلحين وبينفذوا الاوامر من غير اسئله. أوبراين، الموضوع زي ما انت شايف. بص ما عنديش وقت اشرح لك دلوقتي، بس انا محتاجك مساعدتي. خد ده بس، ده جهاز تسجيل الموجات الطويله واجهزه تعقب المواقع اللي محتاجه. ما عندناش وقت. بص انا ما اعرفش اسمك حتى. ديكن. طب بص يا ديكن سين جون، لو عايزني اخاطر بحياتي عشان اساعدك تلاقي ساره، يبقى ايوه محتاجك تساعدني في حاجه. تمام، خلي اللاسلكي جنبك، هكلمك بعد شويه صغير. انت حتى ما تعرفش اسمي؟ طيب انت هتعرفه قبل ما نخلص يا اوبراين. وخلي اللاسلكي قريب منك، هو كان موجود هنا طول الوقت يا غبي. لا مش ممكن. قد ايه المفروض استنى دلوقتي؟ الو انت هناك ديكن؟ تمام انا هنا. ايه سبب كل ده؟ هو ايه المطلوب؟ تمام انا شفرت القناة دي متأمنة. ايه المطلوب؟ بعت لك شوية احداثيات على سلك بتاعك، عايزك تروح الاماكن دي. ايه؟ ليه؟ بس اسمعني كويس، في كذا مجموعة من هيرو بيعملوا شغل ميداني، عايز اعرف بيعملوا ايه. ليه السؤال ما بيتوجهش ليهم؟ ما اقدرش. بص انا قلت لك دي قصة طويلة وما عنديش وقت افتحها دلوقتي. خليني بس اقول لك ان في رجاله اعلى مني بكتير بيعملوا مهمات ميدانيه منفصله عن بعضها، محدش يعرف التاني بيعمل ايه. العالم بينتهي وانتوا يا اغبياء لسه زي ما انتوا. فين؟ بعت الاحداثيات. تمام يا خبر يا اوبراين، تمام هشوف اقدر اعمل ايه. روح لاقصى عدد ممكن، في هناك مواقع شغاله للنزول ولتسليم العينات. تمام تمام فهمت، بس الأحسن إن يكون عندك حاجة ليا يا أوبراين. أيوة أيوة معايا أنا كمان. لحظة. أوبراين. أيوة أنا هنا. ايه اللي في هليكوبتر تبعنا جاي ناحيتك دلوقتي، لازم تتابعها. وراها ليه؟ روح اوعى تضيع منك. يا خبر ماشي تمام. ايه اللي بيحصل يا اوبراين؟ انا ليه اخرج بره علشان اطرد الطيارات عشانك؟ اتجاههم سري وانا مش مسموح لي ادخل على ملفاتهم السريه، فمش هعرف اديك احداثيات مكان نزولهم. لازم تراقبهم. يا خبر انتوا ما عندكوش اي اقمار صناعيه علشان التجسس؟ مش هعرف ادخل عليها، قلت لك انا مش مسموح لك. ايوه انا سمعت. اوعى يضيعوا منك. اوبراين دول نازلين. خدت الاحداثيات بتاعتهم من اللاسلكي، الاحسن تراقبهم. ماشي على رجليهم، ما تخليش حد منهم يشوفك. راين انا هنا، ايه اللي عايز نعمله؟ كل واحده بحثيه عندها عالم شاب زي بتحرص عصابه مغفل، عايزك تقرب اكتر من الباحث. موجة التسجيل عندهم مظبوطه على الاشاره اللي بتسجل عليها البيانات، هتسجل كل اللي بيعمله. تمام، انت عايزني اتسلل لمنطقة هبوط مليانة مسلحين لابسين بدل كيفلار وبيضربوا نار علشان انت تتجسس على كلب لابس قميص واقي؟ تمام محفظة جيب. فعلا انا معايا دكتوراه يا جاهل. ايوه وهي دراسة ملهاش قيمة. لسه محتفظ باجهزة التتبع؟ كنت هبيعه لكن معظمنا ما يقدرش يدخل على الحاجات اللي زي القمر الصناعي. حط واحدة منهم على الهليكوبتر. تقريبا كل العمليات دي فيها نقط ومفروش معروفة، عايز اعرف هيروحوا فين بعد كده. راين انت مش محتاج دكتور،
انا فعلا بدور في التسجيلات اللي عندنا على الامان. يا مدني انا مش هطلب منك تاني. تمام تمام انا ماشي. ممكن نبقى اصحاب صح؟ مسخ وهو لسه حي. حد سمع حاجه؟ مش رجالتي. يهمك في ايه؟ مش انتوا بتقولوا ايه على نفسكم رحاله؟ ما بتقتلوش المصابين عشان الفلوس او اي حاجه بتتاجروا فيها؟ ايوه انا بقتل المسوخ بس مش بقطعهم، هم عايشين واسمع صراخهم. خدت البيانات؟ ايوه انا جبت البيانات. تمام بحملها دلوقتي. هكلمك اوبراين. حاول اوبراين. اوبراين يا دي القرف، عمل ده تاني. براين اتكلم معايا. قرف، الأحسن انك تتواصل معايا يا براين. رحالة، يا ترى بقالكم قد ايه هنا ها؟ عمالين تنصبوا فخاخ وتستولوا على نقلات المؤن. أوريجون الحرة، الحقيقة تخليك حر. يؤسفني ويحزنني إن أعلن موت 6 وإصابة 2 من معسكري الأسبوع ده، ومش بسبب الكارثة المعتادة، بسبب المروحيات السوداء المقتلة. مضطر أبلغكم إن كل حاجة حذرتكم منها بتتحقق في الواقع بالظبط. أنا سمعت المروحيات بتنزل وبتسحق جماعة كاملة من الرجالة والستات اللي كانوا بيصرخوا وبيتوسلوا الرحمة. كانوا مواطنين من البلد دي وهم قتلوهم. صحيح رجالتي ضربوا عليهم نار لكن كارثة. ودي مش آخر مرة نسمع صوت ضرب نار. هم بيطردونا علشان احنا اللي قررنا نفضل عايشين وبوظنا عليهم. واحد يخرج من هنا صح.
دول شوية هم عايزين يدينونا علشان يخرجوا من الجحور اللي هم عايشين فيها. أيوة خلص عليه اقتلوا. مارك كوبلن من إذاعة أوريجون الحرة، ما تصدقوش الإشاعات. ده اخر واحد منهم. بتهيالي ان ايام ما كنتوا بتنصبوا فخاخ قريب هتنتهي خلاص. باين عليهم من النوع اللي لازم يكون عندهم ملاذ تحت الارض، صح؟ خريطة، شكلهم كانوا حاطين عليها علامات كويس. وده ايه ده؟ ازاي اعمل ده؟ دي هتبقى حاجة مفيدة.